بسم الله، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لفضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: سورة المنافقون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن لأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. الحديث ذكره أيضا في الصفحات 71 بعد 272 و73 بعد 200، وأخرجه مسلم والترمذي وصححه وأحمد والحاكم أطول منهما مما ها هنا، وقال صحيح، وسكت عليه الذهبي وابن جرير في التاريخ وفي التفسير. قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلامني الأنصار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك، ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وعزاه المبارك فوري إلى أحمد، وأخرجه ابن جرير من حديث ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم. انتهى شيخنا حفظك الله. ممتاز. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس، غرة ليالي شهر ذي الحجة الحرام لعام 43,400 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، فيجدر بنا لعموم المناسبة أن نذكر بما يكون من فضل الزمان الذي نحن مقبلون عليه. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. روى الإمام ابن كثير، وأصله عند ابن جرير، من حديث ابن عباس موقوفا وابن الزبير، ومن قول مجاهد وعكرمة من التابعين ممن لهم باع في التفسير. والفجر وليال عشر قالوا هي عشر ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر،
والوتر والوتر قراءتان سبعيتان عشريتان متواترتان، هو يوم عرفة. وجاء عند البخاري والترمذي من حديث ابن عباس الترجمان رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو قال فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، وفي رواية من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، أو قال بمهجة نفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. وعند أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فخير ما يستفتح به هذه الأيام وهذه الليالي التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وإحسان الظن به، وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى من تلاوة القرآن، ومن كثرة الختمات، ومن التهليل والتكبير والتحميد في كل وقت وحين، لما دل عليه الدليل، ولما سقناه آنفا أيها الفضلاء الكرام. ولقد صح من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه عند الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر قيل بالجنة. قال: نعم. حسنه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. ومن هذا نستفيد أيها الكرام الفضلاء هذه الأجور العظيمة، أنك حينما تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فإنك تبشر بالجنة. ما أعظمها من نعمة وما أجلها من خير أيها الكرام الفضلاء. والله عز وجل يقول: ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. وربنا تبارك وتعالى قال في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي هذه الأيام العشر التي نحن فيها. وقول ربنا تبارك وتعالى في الأيام المعدودات: واذكروا الله في أيام معدودات، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي تعرف بأيام التشريق. فعلى الإنسان أن يهتبل هذه الأيام في كل عمل صالح. وجاء عند أبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن أمه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود قال: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحرى صيام تسع من ذي الحجة ويوم عاشوراء والاثنين الأول والخميس من الأسبوع الأول، وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس من الأسبوع الأول والاثنين من الأسبوع الذي يليه. لذلك من صام هذه التسع كلها فلا حرج ولا تثريب عليهم. وينبغي للذين يثبطون الناس ويرسلون الأقوال التي تثبط الناس عن الخير وعن البركة وعن البر في هذه الأيام أن يتقوا الله عز وجل. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح في دروس الحرم قال: أليس الصوم عملا صالحا؟ قالوا: بلى. قال: إذن يندرج تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عند البخاري والترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر.
فلماذا تسربون على الناس؟ قالوا إن عائشة تروي حديثا عند مسلم أنها قالت ما رأيت النبي صام 9 ذي الحجة. نقول نعم صدقت وبرت الصديقة بنت الصديق حبيبة خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنما روت ليلة من تسع ليال. وفي القواعد الأصولية أن المثبت مقدم، أن من أثبت عملا مقدم على من نفاه، وأن زيادة الرواية مقدمة على من لم يزد في الرواية، وأن من علم مقدم على من لم يعلم. وصح في الباب في صوم 9 ذي الحجة عن حفصة وعن أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين وزوجات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك مما يجب أن ننتبه إليه أيها الفضلاء الكرام، لمن نوى أضحية ودخل هلال العشر فلا يأخذن من شعره وظفره وبشره شيئا حتى يضحي، كما صح ذلك من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة ونوى أحدكم أضحية فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا حتى يضحي. وأهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه يحرم الأخذ من الشعر والظفر والبشر شيئا، وهذا عند الحنابلة واختارته اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الخضير وغيرهم رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال إنما يكره له ذلك لأن عائشة روت في الصحيحين أنها فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فبعث بها ولم يحرم عليه شيء أحله الله له. وأيضا لها في الصحيحين كنت أفتل القلائد للنبي عليه الصلاة والسلام فيقلد الغنم ويقيم في أهلي حلالا. فنقول إن المقصود من ذلك أن النبي لم يحرم عن نفسه شيئا من محظورات الإحرام كالطيب أو النساء أو غير ذلك، لكن المحرم 9 أشياء تحرم عليه كالطيب والنساء والأخذ من الشعر والظفر والبشر ولبس المخيط وما والصيد. وإن الحلال إذا نوى أضحية أعني غير الحاج فيحرم عليه 3 من 9، وهي الأخذ من الشعر والظفر والبشر كما صح من حديث هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها. لذلك فهنا أيها الكرام الفضلاء لا تعارض لمن ظن أن هناك تعارضا في هذه المسألة، فلا تعارض والحمد لله. لكن من احتاج أن يأخذ من الشعر والظفر والبشر لعلة أو لشيء من يؤذيه فلا حرج، لأن الضرورة تبيح المحظورة وتقدر بقدرها، كذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى قلنا هي 3 أقوال: القول بالتحريم، والقول الثاني مذهب أبي حنيفة وروي عن مالك أنه مباح ليس حراما ولا مكروها، ومذهب الشافعي وروي عن مالك رواية أخرى أنه مكروه غير حرام، ومذهب الحنابلة الإمام أحمد وإسحاق أنه حرام يأثم فاعلهم، وهذا الأقرب إن شاء الله لعموم الأدلة في ذلك
في ذلك، لأن النهي يفيد التحريم، وإذا اختلأ وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فالأحوط للإنسان مع هذه الأقوال أن يجتنب أن يأخذ من شعره وأظهاره. وبعض الناس يسأل يقول طيب اللحية، نقول اللحية حرام الأخذ منها، لا لمن أراد أضحية ولا لمن لم يرد أضحية، ولا لحاج ولا لمعتمر أيها الفضلاء والكرام، بل إنه من كان أصلع وعند التحلل يمر الموسى على رأسه ولا يأخذن من لحيته شيئا أيها الكرام الفضلاء. ولذلك الإنسان يكثر من كل عمل صالح في هذه العشر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. هذا ما أردناه توطئة قبل أن نرجع إلى ما نحن فيه، ولقد وصلنا في أسباب النزول إلى العشر الأخير من القرآن، أعني الأجزاء 28 و29 و30، ووصلنا إلى سورة المنافقون، رفعت هنا على الحكاية، وهي سورة مدنية وهي من سور المفصل، آياتها 11 آية على عد الكوفيين، آياتها 11 آية على عد الكوفيين. الصوت واضح يا شباب؟ واضح شيخنا حفظك الله. الحمد لله. وعلى عد المدنيين أيضا كما في مصحف ورش وقالون من رواية نافع، وترتيبها مصحفيا هي السورة 63، وترتيبها جزئيا هي السورة التي تقع في الجزء 28. وهذه السورة تبدأ بأسلوب الشرط، واستفتاحات القرآن في سوره 10 أنواع، هذا نوع منها وهو أسلوب الشرط. وفي ترتيبها النزول نزلت بعد سورة الحج، وفي ترتيبها المصحفي أيها الكرام الفضلاء تأتي بعد سورة إيش؟ سورة المنافقون بعد سورة ماذا؟ بعد سورة الجمعة. وتتحدث، ولماذا سميت بذلك؟ لأنها تتحدث عن صفات المنافقين، وتتحدث عن المنافقين. فمن الآية 1 إلى 8 كلها صفات المنافقين والرد عليهم، كلها تتكلم عن صفات المنافقين وعن الرد عليهم. وهذه السورة يسن أن تقرأ في صلاة الجمعة، في يوم الجمعة، الركعة الأولى الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة المنافقون، الفاتحة وسورة المنافقون. هذا ما كانت من هذه التوطئة. أعد بالنسبة للحديث الأول في أسباب النزول لو سمحت. نعم شيخ أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن لا عز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي:
ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. أحسنت. هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس، الذي يرجع إلى الحارث بن الخزرج، أنصاري خزرجي كثرت كناه رضي الله عنه وأرضاه، حتى تستطيع أن تعد له قرابة 7 كنى يكنى بأبي عمرو وأبي عامر وأبي عمارة وأبي أنيسة وأبي حمزة وأبي سعد وأبي سعيد، كلها كنى له رضي الله عنه وأرضاه، كلها كنى له رضي الله عنه وأرضاه، ذكر في منها في كتاب الكنى والألقاب لابن مندة المتوفى سنة 95 و300، الكنى والألقاب لابن مندة، وهذا كتاب جيد ماتع لمن اهتم بالكنى والألقاب. وكذا ذكر في الثقات لابن حبان، وتوفي رحمه الله ورضي عنه قيل سنة 66 من الهجرة أو قيل سنة 68 من الهجرة بالكوفة، وهو من الطبقة الأولى من طبقات الصحابة، وروي له 70 حديثا، وروي له 70 حديثا. من أشهر تلامذته أبي بكر بن أنس بن مالك، من أشهر من روى له من تلامذته أبو بكر بن أنس بن مالك. وزيد بن أرقم كان يتيما وكان في حجر عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة أيها الكرام الفضلاء هو أحد نقباء الأنصار 12 الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوفي سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد القادة 3 في يوم مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهو الشاعر الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حسان، وهو الشاعر الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حسان. وكان عبد الله بن رواحة، سبحان الله، أبو الدرداء هو أخوه لأمه، والنعمان بن بشير ابن أخته، يعني هو خاله، وهو أيضا خزرجي، سيرته ماتعة لعلنا نتكلم فيها في وقت آخر. وزيد بن أقرم تربى في حجر عبد الله بن رواحة، هذا خزرجي وهذا خزرجي أيضا، ونزل الكوفة وابتنى فيها دارا، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة كما نقل ذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال، الحافظ المزي وتوفى سنة 42 و700، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وبعدين جبن حجر تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب إلى غير ذلك. وطبعا هو لم يحضر يوم أحد، لماذا؟ لأنه كان صغيرا، فرده مع ابن عمر والبراء وأبي سعيد الخدري وجابر وزيد بن جارية وسعد بن حبتة، كلهم النبي عليه الصلاة والسلام ردهم في يوم أحد لصغر سنهم. يقول أبو إسحاق: سألت زيدا، كما جاء ذلك في كتاب جميل لابن العديم المتوفى سنة 60 و600، بغية الطلب في تاريخ حلب، ولنا عليه تحقيق بحمد الله، هذا الكتاب كتاب من أمتع الكتب التي تكلمت على سير بلدة حلب من أرض الشام، بغية الطلب في تاريخ حلب. يقول ابن إسحاق، يقول: سألت زيدا كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 19 غزوة
فقلت له فما أول ما غزا؟ قال غزوة ذو العشير أو ذو العشر. قلت كم غزوة غزوت معه؟ قال 17 غزوة. نستطيع لما نتكلم عن زيد بن أرقم نقول هو الفتى الذي صدقه القرآن مرتين، نقول هو الفتى الذي صدقه القرآن مرتين. أول مشاهده مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما نقل ابن العديم في بغية الطلب هي غزوة المريسيع، وقيل الخندق كما نقله ابن حجر في الإصابة. ابن حجر متوفى سنة 52 و800، ونزل تصديقه من فوق 7 سماوات في السورة التي بين يدينا، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، وكان ذلك أو قيل في غزوة تبوك، أو قيل في غزوة تبوك. طبعا غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع هذه كانت في السنة 5 من الهجرة، أو قيل في السنة 6. القول الأول عند أهل المغازي، والقول الثاني قول ابن إسحاق. النبي سمع أن قبيلة بني المصطلق تستعد للإغارة على المدينة، فجمع المسلمين وانطلق بهم لرد شر هؤلاء، وكان مخرجه عليه الصلاة والسلام في 2 شعبان سنة 6، فباغتهم وفجأهم عند منطقة فيها ماء تسمى بماء المريسيع، فحصل هناك قتال بين المسلمين وبين بني المصطلق من شدة المفاجأة وهولها، لأن النبي أغار عليهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وفاجأهم عليه الصلاة والسلام، وكانت كما جاء في البخاري أنعامهم تسقي الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم عليه الصلاة وتم التسليم. ومنهم كانت جويرية بنت الحارث بنت زعيم بن المصطلق، هذه وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فقيل له يعني هذه سيدة القوم يا رسول الله، ابنة سيدهم ولا تصلح إلا لك، فأخذ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرضى ثابتا وأخذها وتزوجها وأسلم كل أهلها الباقين. هذه جويرية بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاها. وفي تلك الغزوة الشهيرة حدثت حادثة الإفك في غزوة المريسيع هذه، فهي غزوة يعني مرت فيها أحداث كثيرة جدا، والمنافقون كان لهم فيها قصب السبق في إثارة الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، أثاروا فيها فتنة عظيمة وتكلموا فيها كلاما وقالوا فيها قالة عظيمة. وأول الفتن التي أثارها المنافقون هي الصراع الذي قام بين المهاجرين والأنصار على السقاية من بئر من آبار بني المصطلق، لما تنازع سنان ابن وبر الجهني وهو حليف بني سالم من الأنصار، وجهجاه ابن سعيد الغفاري الكناني من غفار من كنانة على الماء، فضرب جهجاه سنانا بيده، فنادى سنان يا للأنصار، ونادى جهجاه يا لقريش يا لكنانة، لأنهم كانوا متحالفين. فأقبلت قريش سريع سراعا، وأقبلت الأوس والخزرج، هؤلاء يشيرون السيوف وهؤلاء يشيرون السيوف، وكادت أن تقع المقتلة. هنا قال ابن سلول المنافق، وهكذا أهل النفاق في كل زمان، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، يعني قال أنتم اللي جبتوا هذا لنفسكم، مين قال لكم تؤوا هؤلاء شذاء المهاجرين وتؤوا محمدا عليه الصلاة والسلام، أنتم اللي جبتوا نفسكم سمنتموهم لين الآن
يفعل بكم ما فعل. هنا سمع زيد بن أرقم فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي بالرحيل على طول، قال يلا نخرج، وتبعه الناس. فقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، تقدم قبل أبيه ووقف على أبواب المدينة على الطريق، فلما رآه أناخ قال والله لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد العزيز. لا إله إلا الله، انظروا كيف الولاء والبراء. هذا عبد الله يقول لأبوه عبد الله بن أبي بن سلول، هو اسمه عبد الله وأبوه اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعه لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا، كذا ذكره ابن سعد في الطبقات. هذه الفتنة أيضا أتت عنها فتنة أخرى خطيرة جدا، وهي فتنة نداء المنافقين في أوساط الأنصار بأن يخرجوا المهاجرين من المدينة. وهنا طبعا من تولى كبر ذلك ابن سلول أيضا، قال كلمة سم من كلبك يأكلك، أما والله لأن رجع المدينة يخرجن العز منها الأذل. وكانت يعني مشكلة وفتنة عظيمة. ثم حدثت الفتنة الأخرى الشنيعة الكبيرة جدا، الفتنة الثالثة، وهي حادثة الإفك، وقد ذكرناها لما تكلمنا على سورة النور، لما تكلمنا عن سورة النور. زيد بن أرقم صدقه الله تبارك وتعالى. طبعا زيد بن أرقم شهد مع علي معركة صفين، وهو من خواص أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر ذلك ابن العدين في بغية الطلب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه زيد يكلمهم، فالنبي طبعا أراد أن يستبين فاستدعى ابن سلول، فقال له أقلت هذا؟ قال والله أنا ما قلت. فالنبي تركه، قال له طيب خلاص روح. فالنبي تركه ولم يعني يسأله بعد ذلك شيئا، حتى نزل التصديق من إيش؟ من السماء. فهنا أتى الوزيران الصديق والفاروق يتبادران أيهما يخبر زيد الطفل الشاب الصغير هذا، سبحان الله. فسبق أبو بكر عمر، فأقسم عمر أن لا يبادره بعد إلى شيء. الله أكبر، دائما كان في يعني سباق في الخيرات بين الصديق والفاروق، حتى قال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر، لما جاء بكل ماله للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في البخاري، حتى قال النبي في البخاري في المناقب كل كانت له يد فكافأنا إلا أبا بكر. قال كل خوخة، يعني كل باب على متجه للمسجد كل خوخة إلى المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وأحمد ومسلم وغيرهم أيضا، وأتى وفرك أذنيه يؤنسه، قال صدقت وفت أذنك يا غلام، وقال صدقتك أذنك يا غلام. ولذلك هو روى 70 حديثا في المتفق عليه 4، وعند البخاري انفرادا حديثان، وعند مسلم 6، وروى عنه أنس بن عباس وكثير من التابعين. توفي بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه، قيل سنة 66 أو 68، كما ذكر ذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 في تهذيب الأسماء واللغات. نعم، الآية الأخرى من فضلك لو سمحت. نعم شيخنا، شكرا الله إليك. قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرضي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال
لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الأنصار. وخلف عبد الله بن أبي ما وخلف عبد الله بن أبي ما قال وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك، ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. نعم، وهذه أيضا مع التي سبقت، وهنا أيضا صدق الله عز وجل أذن زيد ابن أرقم لما كان فيه من إخباره لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك روى الترمذي عن زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، يعني يريدون الماء، فيسبقون الأعراب إليه، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حول الحوض حجارة على أساس يجمع الماء ما يتفرق الماء، ويجعل النطع عليه، ويجعل النطع عليه اللي هو اللي بيكون عبارة عن غطاء، يعني يغطيه بغطاء النطع من الجلد يكون حتى يحفظ لهم إيش الماء حتى يأتي أصحابه يعني. فأتى رجل من الأنصار أعرابيا، جاء رجل من الأنصار إلى الأعرابي فأرخى للناقة لتشرب، فهنا الأعرابي أبى قالوا لا ما تشرب، فانتزع حجرا سبحان الله من الحجارة اللي هي حول الحوض اللي منع تفرق الماء، فغاض الماء خلاص. ربنا تبارك وتعالى يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فالأرحام بين غيض وزيادة، الغيض اللي هو الأبورشن الطمس، والزيادة هو تتمة شهور المولود الجنين حتى يولد بفضل الله عز وجل. فقام الأعرابي رفع خشبة ضرب فيها رأس الأنصاري فشجه، فأتى هذا الأنصاري لابن سلول رأس المنافقين فأخبره، وكان من أصحاب ابن سلول هذا الأنصاري اللي انضرب في رأسه. فهنا قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لحد ما ينفضوا من حوله يعني الأعراب. وكانوا يحضرون رسول الله عند الطعام عليه الصلاة والسلام، يعني الأعراب كانوا يأتون يأكلون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن سلول إذا انفضوا من عنده فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابي لي رجعت من المدينة يخرجنا الأعز منها الأذل. هنا يقول زيد وأنا ردف عمي، فسمعت ابن سلول يقول هذا الكلام فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول إنه يتيم، فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا النبي يريد أن يستوثق من هذا الخبر فاستدعى ابن سلول، أنت قلت هالكلام؟ قال لك لا. فحلف وجحد قال لا أنا ما قلت هالكلام. فالنبي طبعا صدقه، وكذب مين؟ زيد بن أرقم، لأن هنا ما في بينة، وكما في القاعدة التي تقول يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقال بينتك أو يمينك، فتعتبر هنا اليمين اللي خلاص صدق وكذب لأنه ما عنده بينة زيد بن أرقم. فعمي جاء إلي سبحان الله اللي معانا في الرواية، إيش اسمه يا باشمهندس عمه في الرواية عندك؟ نعم شيخنا، لم يذكر شيخنا، قال لعمي أو لعمر. لا قال لعمي، سنذكره إن شاء الله عز وجل. طيب، فجاء هنا عمه يعني قال ما أردت، يعني قال لي يعني ما حملك على ذلك لحد ما تخلي النبي يمقتك ويكرهك ويكذبك وتصير فضيحة في المدينة كلها أن أنت تنقل أخبارا كاذبة إلى غير ذلك. سبحان الله وقع ذلك في نفسه سبحان الله، يعني وقع في نفسه وقع شديد، حتى تعرفون الصحابة ما يكذبون رضي الله عن رضا، الكذب شائن، لذلك ما ظنك بإنسان هو يعني بضاعته الكذب، نسأل الله العافية والسلامة، في الواتس في وسائل التواصل ولا يتحرج من ذلك، وهذا صادق
لكن ما عنده بينة أكثر من أنه قال المقالة، ما عنده شاهد آخر عن مقالة، ومع ذلك أصابه من الهم الله به ما الله به عليم. لكن سبحان الله وبينهم يسيرون، إذا قد يعني سبحان الله خفقت برأسي من الهم. يعني تعرفون الإنسان لما يكون الهم شديد ينام من شدة الهم، لذلك النبي تعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قال فإذ أتاني الرسول عليه الصلاة والسلام فعرك، أو قال فرك أذني وضحك في وجهي، قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. الله أكبر، إن النبي كده يضحك ويلاعبني وكذا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله؟ قلت له لا ما قال لي شيء، لكنه عرك أذني وكذا. قال أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبح قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة المنافقين، رواه الإمام الترمذي، وقال حديث حسن، حديث حسن صحيح. هذا كله أيها الكرام الفضلاء تصديق لما يكون من هذه الأحداث العظيمة. لذلك علينا أن نربي سبحان الله أولادنا وأن نربي أنفسنا أيها الكرام الفضلاء على الصدق، الصدق من جاء نربيهم على عدم الكذب، وإن كان الصدق فيه الهلكة فإن فيه النجاة. ولا يخذل الله عبدا كان صادقا، ومن أعظم الصدق الصدق مع الله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولعل المقصود هنا هو عبد الله بن رواحة، ولعل المقصود هنا هو عبد الله ابن رواحة. نعم انتهى. نعم شيخنا انتهى، حفظك الله. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.